البطن دي مشكله. مفيش حد يا جماعه هياخد بطن مسطحه او بطن جميله الا بشويه مجهود. طبعا انت تنزل في الوزن هيساهم كتير جدا انك لما تاخد الالياف، الالياف نفسها بتنزل الميه، الميه وتراكم الميه غير الدهون، فتلاقي بطنك قلت في الحجم. عايز تشد عضلات بطنك بقى، ده ممكن عن طريق استخدام اجهزه الموضوعيه لشد البطن، او عن طريق نلعب شويه تمارين. لو حاجه سهله يعني تمارين في البيت، مفيش حتى تكاليف ومفيش اي حاجه بالزبط. هي شويه مجهود حتى لو 10 دقائق يا دكتور في البدايه كده يبقى جميل جدا، كويسه جدا يعني. نبطل بقى التسليه واحنا رايحين واحنا جايين ناكل بالظبط. ما هي الالياف، الالياف هتمنعك من ده.